أشكر الرب لأني أتاح لقناة الأرامية إنها تشترك في حصاد عظيم كتير على ممر الأجيال كانوا بيحلموا للوصول ليه، وبنشترك في النهاردة بالذات في الانطلاق إلى قناة الصين، إلى الصين. أتذكر إزاي كان مرسلين عظماء في التاريخ ضحوا بحياتهم وبصحتهم وبأطفالهم وبعائلاتهم وهم بيحاولوا أنهم يضعوا الأساس اللي دلوقتي بتتبني عليه هذه الإذاعات، زي مثلا هيدسون تايلور في الصين. ذهب إلى الصين وهو كان عمره 21 سنة وكان بريليانت، اتعلم قبل كده، حاول انه يتعلم اللغة الصينية واللاتينية واليونانية ويتعلم بعض ميديكال إسعافات أولية في الطبية أساسية، وراح للصين وهو بالإيمان واحد لوحده. لكن نتج عن هذه البشارة إني في صينيين كتير قبلوا المسيح. وصاد كده هو قال احنا we are planting the standard of the cross، احنا بنؤسس اللي ايه مثال، المثال بتاع الصليب قدام الصينيين، وبنعيش الحياة اللي هي حسب المسيح علشان ييجوا للمسيح. هو اتولد في انجلترا سنة 1832 وعاش لحد 1905، لكن في هذه الفترة، في هذه الفترة خلى آلاف من الصينيين يؤمنوا بالمسيح، مئات من المرسلين كانوا، يعني هو ابتدى سنة 1802، هو ابتدى في الصين كان عمره 21 سنة، لكن سنة 1865 كان هناك 225 مبشر وكان 59 كنيسة، وبعديها بكذا سنة قليلة ازداد العدد إضافة لي 102 منهم 14 من أمريكا. فلما شخص وضع على عاتقه هذا ابتدى من مؤمنين، زي ما قناة الكارما بتاخد مؤمنين من دول مختلفة من طوائف مختلفة، لكن لابد إن كان بيكون هناك صحة في الاعتقادات المسيحية الأساسية زي مثلا قانون الإيمان. وقال أنا بزرع البذرة، لكن كيف ستصل البشارة إلا من خلال الكنيسة الصينية، يعني المؤمنين اللي هم هيقبلوا المسيح عن طريقهم، وإحنا من هؤلاء، إحنا في، وإنتوا من في قناة الأرامية بتستخدموا هؤلاء الصينيين اللي هم من الكنيسة الصينية عشان يوصلوا لإخواتهم مئات الملايين اللي في الصين، وبتعطوهم المنبر اللي من خلاله يستطيعوا أنهم يوجهوا هذه الرسالة، رسالة الخلاص للخطاة البعاد من الصينيين والموثنيين من الصينيين، ورسالة البنيان للمؤمنين هناك اللي في تعدادات بتقول انهم جاوزوا 100 مليون، اللي هي اندر جراوند تشيرش. ده عمل عظيم جدا جدا جدا. ربنا يبارك القناة، ربنا يبني عليها، وربنا يجعلنا نقتدي بالناس اللي زي هيدسون تايلور دول، اللي يعني 59 ميشنريز، 58 من الميشنريز دول وركلت اتقتلوا، 21 من أطفالهم ماتوا في ثورة البوكسر
وفي هياج ناس تانية عليهم. لما راح هو هناك اضطر انه يلبس الملابس الصينية، اضطر يعمل شعره بالقصة اللي بالبيكتيل ده، هاي اللي هي زي الصينيين، عشان يعيش وسطيهم، عشان يعتبروه منهم ويقدر يوصل البشارة. دي ناس عاشت حياتها، ترجم الإنجيل للغة الصينية، عمل لهم فهرس للإنجيل باللغة الصينية. ناس بتاخد الخدمة بصورة جدية جدا. يا ريت كل واحد بيسمعنا ياخد الخدمة في نطاقه الخاص، في حياته الخاصة، بصورة جدية زي كده، علشان توصل البشارة لقرايبك، لأولادك، لأهل بلدك، لأهل العالم كله. ويصلي ويدعم قناة زي قناة الأرامية اللي بتحاول بكل خدامها الأمنة إنها توصل لهؤلاء الملايين. ربنا يبارككم، ربنا يبارك هذه الرؤية، يبارك هذا العمل للصين، يجعل هذه الخطوة بداية خلاص وبنيان لعشرات ومئات الملايين في الصين، باسم الرب يسوع، أمين.